أخبار اليوم. اولا ده طبعا من ضمن سلسله احتفالات بتاع وزاره الثقافه القوميه بوزاره الثقافه بقناه السويس، لان احنا دشنا من 6 8 مجموعه من الفعاليات المهمه، وكان من اهمها هذه الفعاليه ان احنا يعني اطلاق خيال المبدعين المصريين في الفن التشكيلي، ان يقدموا رؤاهم لهذه القناه، الحلم الكبير، المعجزه اللي حصلت في سنه وايه انعكاسها على الواقع المصري في الايام القادمه. شفنا حاله رائعه من جميع الاعمار السنيه للفنانين التشكيليين المصريين، عبروا من اول ما اطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الاشاره لبدء الحفر في القناه حتى وقتنا الحالي. انا شفت فيه لوحات يعني يمكن لسه بقى العمل منتهي فيها امس، وبالتالي ده يعني بيدل على استمرار الاجيال تفاعلها مع الاحداث القوميه، واعتقد ان احنا ماشيين في طريق ايضا نهضه في الفن التشكيلي قويه هتستوعب جميع المنجزات الفتره الحديثه اللي احنا بنعيشها حاليا اللي هي تحديث الدوله المصريه. شكرا جزيلا. اتعرف بيك الاول. محمد اسحاق، عميد كليه التربيه الفنيه جامعه حلوان واستاذ النحت. محمد، كلمنا النهارده عن معرض قناه السويس اللي افتتحه. هو المعرض احتفاليه تكمل احتفاليه الشعب المصري بقناه السويس. هنا المعرض دوت مش معرض عادي، لان كل من هو لديه القدره على التعبير شارك بمعرض بعدم وجود لجنه للاختيار او الانتقاء، فهتلاقي المستويات من اصغر فنان او بمستوى معين الى الفنانين اللي هم الرواد او الفنانين اللي هم ليهم دور في الحركه الفنيه، فده جميل انك تلاقي مستويات متنوعه وتلاقي ان الكل عارض في احتفاليه باحتفاليه قناه السويس، لان هي المعرض مش معمول اكتر من هو معرض فرحه للاحتفاليه قناه السويس. طب حضرتك كلمنا عن العرض اللي حضرتك شاركت بيه. العرض هو انا عندي تمثال هنا وعندي تمثالين في الدور العلوي، ده تمثال بيبين ان هو الصرحيه مصر النماء او الرخاء الحقيقي بشقين القناه الجناحين اللي هي تصعب بيهم الارض اللي هي هتنبت وان هي هيكون فيها الخير، يعني هي موضوع رمزي بيقول ان مصر ان شاء الله هيكون موضوع القناه دوت هو عائد خير وعائد نماء. النماء مش في الزرع بس، لا، النماء في الصناعه والتجاره والزراعه وكل شيء من خلال غصن الزيتون او فرع النبات سواء على القاعده او في جسم التمثال اللي هو بيمثل الصرحيه او الجسم بتاع شكل مصر. العرض الثاني برضه هو فوق، هنلاقي هو برضه شكل لمصر برضه، وبيطلع برضه غصن الزيتون ممتد من الرجل لغايه الصدر، وبتلتقي الايدين بغصن الزيتون وبطائر بيحمل غصن الزيتون في الفراغ.
الشكل الثاني الثالث هو برضو شكل صرحي لمصر رفع جناحتها وعليها طائر برضو بيشير إلى الخير أو السلام أو المحبة أو الرخاء اللي هيعود على الوطن من قناة السويس. شكرا.